أقيمت في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بجبل عمان خدمة صلاة موسم الخليقة تحت شعار اسمع صوت الخليقة، وقد أشرف على الخدمة القس الكانون فائق حداد والقس جورج القبطي، وشاركهما في الاحتفال عدد من رؤساء وممثلي الكنائس المحلية في المملكة بحضور حشد من المؤمنين وشخصيات مهتمة بالشأن البيئي. وخلال خدمة الصلاة التي حضرها النائب مجدي اليعقوب، دعا رؤساء الكنائس الحاضرين إلى السلام والمصافحة فيما بينهم استجابة لنداء الخليقة التي باتت مهددة بالخطر بسبب الحروب والتدهور البيئي.